السلام عليكم. زار صبيحة اليوم والي ولاية عنابة، زار ملعب عنابة للوقوف على مدى يعني تقدم الأشغال. وبالمناسبة نعطيكم يعني الحقيقة حول ملعب عنابة، يعني قضية لومولوغاسيون تاع الملعب تاع عنابة. في الحقيقة الكاف رفض لومولوغاسيون، التصديق على الملعب أو الموافقة على الملعب، بما أن الأشغال ما زال لم تنتهي. فإذا بعد ضغوط تاع الدولة الجزائرية والضمانات اللي مددها الجزائر بخصوص انتهاء الأشغال في مواعيدها، يعني وافقت الكاف على التصديق على الملعب، لومولوغاسيون تاع الملعب، يعني سو ريزيرف دو لا فان دي ترافو، يعني بشرط أن الأشغال تكون انتهت. في نفس الوقت اتخذت السلطات احتياطات بتهيئه ملعب تشاكر ببوليده في حاله ما اذا لم تنتهي الاشغال في عنابه، فملعب البوليده يكون مجهز في مكان يعني بور بلاسي الملعب تاع عنابه. اذا هذه هي الحقيقه تاع القضيه تاع ملعب عنابه. ان شاء الله الاشغال تكتمل في وقتها، ولأن الملعب عنابة أفضل بكثير من ملعب البوليدة. وأنا في الحقيقة ضد يعني إعادة استعمال ملعب البوليدة، لأنه يعني بكل صراحة لا يشرف الجزائر، يعني ملعب قديم لازم له تهديمه وإعادة بناء ملعب آخر في مكانه. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.